السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مراجعة ميكروفون BM800، أرخص ميكروفون للحصول على صوت احترافي ونقي. إذا كما تسمعون فهذا صوت تعليق بدون استخدام هذا الميكروفون. الآن بعد تركيب ميكروفون BM800 ستلاحظون فرق كبير. حصلت على صوت نقي وواضح وبدون تشويش، خاصة أنه تم عزل ضوضاء الشارع. إذا كنت تتوفر على قناة على اليوتيوب وتقوم بالتعليق على الفيديوهات بنفسك، فستحتاج إلى ميكروفون احترافي، إلا أن سعره مرتفع قليلا. لكن إذا كنت والأزرق. من مميزات هذا المايك أنه يقدم لك صوت احترافي واضح ونقي من الضوضاء عند التسجيل، فجودة الصوت به جد رائعة مقارنة مع سعره، فثمنه حوالي 22 دولار. إذا كما تلاحظ أخي الكريم، يمكنك تركيب الكايبل مع المايك بهذه الطريقة، وفي الجهة المقابلة يمكنك تركيب هذه الفيشة مع الكمبيوتر أو عن طريق بطاقة الصوت التي تعمل على رفع مستوى الصوت مع الحفاظ على جودته. ومن الأفضل أن تستخدم كارت الصوت حتى تحصل على مستوى صوت جيد. أما إذا استخدمت المايك وحده مع الحاسوب، فستجد مستوى الصوت جد منخفض. يمكنك أيضا تركيب الفلتر بهذه الطريقة لحجب بعض التأثيرات الخارجية الغير المرغوبة عن المايك، والتي ستسبب إزعاجا كبيرا لمتابعيك على القناة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع المايك على هذا الحامل بهذه الطريقة، ثم تقوم بتركيبه على الستاند لوضعه بشكل ثابت والتحكم به يدويا. إذن كما شاهدت معي أخي الكريم أختي الكريمة، كانت هذه مراجعة لميكروفون BM800، والذي يعتبر أرخص مايك احترافي مقارنة مع جودة الصوت التي يقدمها. سعر هذا المايك ما بين 22 دولار حتى 25 دولار تقريبا. رابط شراء ميكروفون BM800 مع الإكسسوارات التي قدمناها في هذه المراجعة السريعة ستجده في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يمكنك أيضا شراء باك المايك، يحتوي على بطاقة الصوت التي تعمل على رفع مستوى الصوت، وأيضا مع الستاند الخاص بها. كل هذه الروابط سأتركها في صندوق الوصف. إذن إخواني الكرام، كانت هذه أهم الميزات التي يقدمها ميكروفون BM800 للحصول على صوت احترافي نقي وواضح بدون الضوضاء المحيطة بك. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، والتي نتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنية. دمتم في أمان الله.